الرحيم. شكرا جزيلا اولا للجمعيه البحث التاريخي ومجلس الاصغر، واشكر كذلك جزيل الشكر مدير الاعداديه الثانويه للامام العاصمي، انه رجل جمعوي بمعنى الكلمه قبل رجل زعيم. نشكر جزيل الشكر. أنا أحتار يا أخي كيف أبدأ وبماذا أبدأ. إنه موقف عظيم، حدث لم أكن أتصوره بوقوفي هنا لأتحدث عن رحيلك الذي ترك فراغا في حياتنا وزماننا ومكاننا. أثق بأنك مالأت هذا الكون بروحك مثل ما ملأته بكتابتك التي تصنع في هذا العالم الرحب الأسير. ما زلت أو ما زالت صورتك البهية أمام أعيننا وكأنك لم ترحل. أشهر مضت على رحيلك، وأشعر بروحك الطاهرة الزكية تطوف هذا المكان. لذلك بكتابتك خلدت تاريخ هذه المدينة، وبيدك كنت ترسم معالمها حتى توفي بكل ذي حق حقه. لذلك اعتبر المرحوم استاذي واخي الشقيق المرحوم عبد الرحيم الجبالي بمثابة ظاهرة ثقافية فريدة. كونه ورغم ما كان يعانيه وفي صمت من ظروف صحية صعبة، إلا أنه كان هادئا محبا لدينه ولمدينته ولسكان مدينة الأصيلة. كان ذا حكمة وفطنة مريمة جعلته يقوم بدور كبير قلما يستطيع المرء القيام به بمفرده. رغم صراعه مع المرض، لذلك أرى بأن رحيله المفاجئ خسارة لنا خاصة والمدينة الأصيلة عامة. وإن هذا اللقاء التأميني ما هو إلا شكل من أشكال الاعتراف والتعبير عن العرفان والوفاء لهذا الفقيد الذي يعتبر الكاتب والمؤرخ لمدينة الأصيلة، لما خلفه من مؤلفات تشهد تاريخ معالم هذه المدينة، علاوة على ما تميز به المرحوم من حسن السيرة، ولدت لدينا حبا في قلوبنا وأبصارنا ووجداننا ونفوسنا. هكذا في حضرة المآت نستعيد دائما تساؤلات الوجود، فها نحن ماضون في الفناء أم إن الحياة تريد تشكيل ذاتها لتكون أكثر مرارة وبهاء وجمالا؟ هل أحلامنا ماضية من الفراغ أم إنها تتوالد في فضاء
من صرمة أرواحنا؟ هل يخفف الموت الجليل طريقها؟ أم يجعل لها أجنحة ترفرف في جنات الخلود؟ إنها حكمة الخالق العظيم. وأخيرا نطلب من الله العلي القدير أن يتحولهم فدق فقيدنا برحمته الواسعة ويبدل دار خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. وإن لله وإن إليه راجعون. وأختم ملاحظتي بقول عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. السلام عليكم.